كشفت الفنانة دينا الشربيني تفاصيل وأسرار تخص حياتها الشخصية لأول مرة خلال لقائها في برنامج سولد أوت مع الإعلامي محمود سعد. وحكت دينا عن حلم بيجيلها من وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها بتحلم كأنها ورقة بتقع من آخر دور في العمارة، والحلم ده ما حلمتوش مرة واحدة بس، ده تكرر كتير من وهي صغيرة. وعشان كده سألت دكتور نفسي اللي طمنها من الحلم اللي بيتكرر ده، وقال لها إنه بسبب الخوف من المستقبل وتفكيرها الزايد في اللي جاي. وأكدت دينا الشربيني كلام الدكتور وقالت فعلا إنها شخصية بتخاف جدا من المستقبل، وذكرت إنها كانت متوقعة انها تفقد حد من اهلها وكانت بتنهار من العياط لمجرد بس انها تفكر في حاجة زي كده، وده بسبب اهمية اهلها بالنسبة لها وحبها الكبير ليهم، خصوصا ان كانت بتربط دينا الشربيني علاقة قوية جدا بوالدها، وعبرت قبل وفاته عن حبها ليه، وقالت انه كان بالنسبة لها صاحبها وصاحبتها واخوها وكل حاجة في الحياة، وبينهم علاقة عميقة جدا، ولحد دلوقتي بتبعت له رسائل كأنه موجود معاها. وعن امنيتها في الخلفة والجواز قالت انها نفسها تخلف 6 ولاد وإنها لسه صغيرة علشان تعمل كل ده، وشايفة إن الجواز نصيب مش جواز وخلاص، الجواز لازم حد تعيش معاه للأبد وتعمل معاه عيلة وأولاد، لازم تكون متأكدة 1000000% من قرارها. وقالت إن آخر أمنية ليها إنها تفتح دار أيتام عشان تستمر بعد وفاتها كصدقة جارية. وبتشارك الفنانة دينا الشربيني في الموسم الرمضاني اللي جاي بمسلسل كامل العدد الجزء الثاني بعد نجاح الجزء الأول واللي اتعرض في رمضان اللي فات، وبيشاركها في البطولة الفنان شريف سلامة وأحمد جمال سعيد وصدقي صخر.